معاي اول شيء للساده ماجده الدخيل، مساك الله بالخير استاذه ماجده. هلا ومرحبا، هلا فيك، طول بعمرك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، انا بنتي فيها سرطان بالبطن وسوى لها عمليه مكي جمعه ولا زالت تعبانه. سرطانه في البطن؟ اي سرطان في البطن. القولون يعني، القولون تتكلم عن القولون؟ نعم اي، سوى لها عمليه. نعم ان شاء الله. ولا زالت البنت تعبانه وترجع، يقولون فيها 3 بقعات الحين. التصاقات معها؟ ها؟ التصاقات معها؟ التصاقات الحين، يقول لازم ترد للطبيب، وخلص العلاج الكيماوي، والبنت تعبانه ما تقدر تشيل عمرها الطاحن عندي بالبيت. الحين تسمعين؟ ما ادري ايش اسوي يا ولدي. ان شاء الله تسمعين الرد الحين يمه. الله يوفقك. تفضلي. نعم. احسن حاجه يتناولها المريض، مريض السرطان، من الاعشاب. سواء كان سرطانات حساسة الهرمونات أو سرطانات العادية، أفضل حاجة خصوصا إذا هو الآن في طور الكيماوي. ها طبعا هذا يتعب الجسم، يهد الجسم. جذور الأرغوطيون، جذور الأرغوطيون هذا أفضل ما يتناول المريض في أثناء تناوله لكورس الكيموثيرابي. هذه موجودة على شكل كباسيل في محلات المكملات الغذائية، بس اسمها باردوك، اسمها باردوك. إيه الباردوك اللي هي جذور الأرغوطيون. باردوك دي باردوك. في محلات المكملات الغذائية. إيه نعم، اللي هي بي يو آر دي أو سي كي، باردوك في محلات المكملات الغذائية بدون ذكر أسماء، بس الناس تشتد إن شاء الله تعالى توصل لها. هذا زين للأورام، وفي نفس الوقت يعني يقوي الجسم وينشطه أثناء ما الإنسان تحت كورس الكيماوي، عشان ما تكون إلى حد ما راح يعني يخفف عليه من شدة أو من ألم هذا النوع. موضوع الأمعاء والالتصاقات. بالنسبة للالتصاقات، إذا صار التصاقات فهني صعوبة. إذا الشيء ما يمر، عرفت شلون؟ فهني صعوبة يعني. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء إن شاء الله تعالى، ونقول بهالحالة هذه فاكهة الجوايابانا زينة ممتازة يعني، خل تأخذها، ولعله وعسى إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى الله يجعل لها الشفاء. ولكن التصاقات الأمعاء هذه فعلا هذه مشكلة، بس نسأل الله سبحانه وتعالى الله يعينها هذه الفترة إن شاء الله.